اهلا بيك في الفيديو الثاني في محاضره preparing lesson. المفروض ان انت دلوقتي جاهز وعملت already محاضره، جهزت المحاضره في الاكتيفيتي اللي اتكلمنا عنها. تعال نشوف بقى احنا ازاي كل حاجه من الحاجات اللي اتكلمنا فيها دي المفروض انك تعملها ازاي. مبدئيا الصورة دي بتلم كل اللي انت المفروض تكون عملته. انا هتكلم مع مين وهتكلم في ايه وهتكلم ازاي وهعرف منين هم اتعلموا ولا لا. دي الاسئلة الاساسية اللي كانت موجودة في الاكتيفيتي اللي انت عملتها. اولا الاوبجكتيفز، لازم كل محاضرة يبقى لها هدف. الهدف ده بيبان في التايتل بتاعتها او بيبان في مجموعة الاهداف اللي بتقولها لنفسك الاول وبعدين تقولها للناس اللي هتتعلم. احنا في اول المحاضرة دي قلنا اهداف المحاضرة دي ايه، في اول الكورس قلنا اهداف الكورس ده ايه. الحاجات دي لازم تكون واضحة بالنسبة ليك انت اولا، وبعدين معلومة دي مهمة توصلها للي هيتدربوا معاك. الاوبجكتيفز دي لازم تبقى حوالين النولج والسكيلز والابيليتيز. في ناس بتقول لك لازم يبقى في نولج وسكيلز وابيليتيز في كل محاضره وفي كل كورس. يعني انا مش هقول ان هم غلط ولا هقول ان هم صح، بس انت شوف ايه اللي هتوصله. يا ترى هتوصل في المحاضره دي نولج بس ولا ابيليتيز بس ولا سكيلز بس ولا كلهم مع بعض ولا اتنين منهم مش كلهم. الفكره انك في الاخر بتكتب ده في صوره ستيتمنتس. الستيتمنتس دي بتكون قصيرة سهلة القراية واضحة، بيستخدم فيها ما يسمى بالاكشن فيربس اللي هيتعمل. مثلا ديفرنشيت بتوين 1 2 3 4 او ديزاين كذا، او انك تقدم محاضرة، ما ده من ضمن الاوبجكتيفز انك في تقدم، يبقى ديليفر لكتشر. دي كلها ايه الاوبجكتيفز اللي بتحطها للمحاضرة بتاعتك او الكورس بتاعك. بعد كده يجي البريكويزيتس. طب انا قبل ما اجيلك لازم يكون اعرف ايه، يا ترى الحاجات دي مهمة قوي ولا مش مهمة قوي. خلي بالك مش ضروري تبقى البريكويزيتس كتيرة، بالعكس لما تبقى كتيرة هتخلي الناس مش عايزة تحضر معك. وفي نفس الوقت ده معناه ان المحاضره بتاعتك لو حد سمعها لوحدها كده ممكن ما يستفيدش حاجه خالص. لا، انت بتحاول ان انت تركز على نقط بس اساسيه صغيره اللي من غيرها الكلام بتاعك مش هيتفهم، مش هيبقى له لازمه، اللي قاعد قدامك مش هيفهم انت بتتكلم في ايه. دي اللي المفروض تحاول تحطها كبري ريكويزيتس، متطلبات قبل الحضور في المحاضره بتاعتك. خليهم رياليستيك برضو، ما تكترش وما تطلبش حاجات كتيره قوي وصعبه قوي ان حد يسمع. برضو من ضمن التريكس اللي بنلعبها ان انت، طب اوكي لو انت في كورس انا ممكن اديك المحاضره دي، اديك اساينمنت اقول لك اعمل كذا 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 كذا. المحاضره دي الاساينمنت دي علشان تحلها لازم تروح تراجع حاجات انت عارفها قبل كده او تروح تتعلم حاجه جديده. تقوم تيجي المحاضره اللي بعديها انت يا راجعت الحاجات اللي انت عملتها قبل كده يا اتعلمت الحاجات اللي انا عايزك تبقى عارفها في المحاضره دي. فده برضو واحده من التريكس لما بيبقى عندك فرصه، يبقى محاضرات ورا بعضها مترتبه في كورس، ممكن تبني محاضره على اللي قبليها عن طريق ان انت توصلهم باساينمنت في النص. يجي بعد كده، طيب ايه اللي هيخليك انجيج يو ازاي؟ هربطك بالمحاضره دي ازاي؟ يا ترى مثلا انت هتترقى، هتاخد بونص، هتقدر تعمل كورسات بعد كده لما تحضر المحاضرات بتاعتي، هتبقى قادر على ان انت تعمل كورسات احسن وبالتالي تنمي قدراتك وامكانياتك اكتر. ده من الحاجات اللي لازم بتدور عليها، وهنرجع في النقطه دي نتكلم في موضوع الموتيفيشن في محاضره لوحدها، هنتكلم على هاو تو موتيفيت يور ستودنتس او يور ترينيز. بعد كده يجي بقى القلب بتاع المحاضره، التوبكس. انت المفروض دلوقتي عرفت هو فين من البري ريكويزيتس، وعرفت هو رايح فين من الاوبجكتيفز. التوصيله دي هي النقط اللي انت هتتكلم عنها، هي دي القلب، هي دي الموضوعات اللي انت عايز تغطيها. يبقى من وات اي نو
to what should I know, هو ده اللي انت هتملى بالجاب دي، الفراغ ما بين البداية والنهاية. وبعدين طيب هوصل لك المعلومة ازاي؟ ناوي تديني محاضرة؟ ناوي تجهز فيديو زي مثلا انا بجهز فيديو دلوقتي واطلعه على اليوتيوب عشان انت تتفرج عليه؟ ولا ناوي تفرجهم على فيديو بتاع حد تاني يتعلموا منه حاجة؟ في طبعا فيديوهات جميلة جدا على الانترنت تعلم الناس حاجات كتير. يا ترى هتعمل لهم لاب، تعمل ديمونستريشن، هنتكلم على الاكتيفيتيز والديمونستريشنز في محاضرات مستقله لوحدها، ازاي تجهزهم وازاي تحضرهم وتقدمهم، ولا تدي تقف تدي ليكتشر. وكل ده معتمد على الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك، انت بتعرف توصل المعلومات ازاي، وازاي انت تعرف تتواصل مع الناس اللي انت بتتكلم معاها. يجي بعد كده نقطة الاسسمنت، ازاي هتقيم اللي حصل، وازاي المتدرب نفسه هيعرف هو اتعلم ولا لا. وده هيبقى الموضوع بتاع الفيديو الجاي بتاعنا ان شاء الله. فاحنا هنا اتكلمنا بسرعة على ازاي، ايه العناصر الاساسية اللي لازم او الاسئلة الاساسية اللي لازم تجاوبها علشان تجهز محاضرة. في الفيديو الجاي هنتكلم على ازاي نستخدم بعض التولز في الاسسمنت، وزي ما قلت لكم في محاضره كامله عن الاسسمنت، لكن هنا هنقول التولز السريعه اللي ممكن نستخدمها للاسسمنت بتاع محاضره واحده. فان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي عشان نكمل المحاضره بتاعتنا بتاعت how to prepare and deliver a course.